احنا هنا في برنامج في الكبسولة عملنا مبادرة سابقة باسم اكتب المصري، بنشجع فيها الأطباء المصريين ان هم يحطوا ثقتهم في المنتج المصري عشان يدوله الأولوية في كتابة الأدوية المصرية في الروشتات، دعما للإنتاج المصري ودعما للدواء المصري. النهاردة هنوجه كلامنا بقى للمرضى، اشتري المصري. لو حضرتك داخل صيدلية تشتري مكمل غذائي او حاجة كوزموتكس، منتجات للشعر او البشرة او ما شابه، حاجة هتاخدها من نفسك من غير طبيب يعني، دايما زي ما بتبص على تاريخ الصلاحية بص على بلد الصنع، ركز في المنتج بتاع بلدك، هتوفر على نفسك فلوس كتير جدا، وصدقني هو نفس الكفاءة نفس الفاعلية بتاع المستورد. ركز في المنتج بتاع بلدك هتوفر فلوس جامدة جدا ليك، غير كده كمان هتدعم صناعة بلدك وتدعم اقتصاد بلدك، غير كمان انك هتساعد أسر مصرية كتير جدا العائل بتاعها أكل عيشه من المصانع اللي هو بيشتغل فيها. يعني اللي بينتج المنتجات المصرية ده مين؟ أخويا وأخوك. انت كده هتساهم في فتح بيوت مصريين كتير. نساعد بعض ونركز في شراء المنتجات المصرية. على فكرة احنا عايزين نوسع حتى الدايرة، لما تخش حتى سوبر ماركت تشتري بسكوتة لابنك ولا تشتري اي منتج غذائي لابنك، بص برضو زي ما بتبص على تاريخ الصلاحية بص على بلد الصنع، ليه تشتري الحاجات الاجنبية والمصري موجود بنفس الكفاءة؟ ركز في الحاجات المصرية، هتوفر فلوس كتير، هتدعم بلدك، هتدعم اخوك المصري اللي شغال في المصانع دي. لو الصناعة بتاعتنا بقت قوية زي الصين والدول كتير برة، بلدنا هتقوى أكتر وأكتر. ساعد في قوة بلدك بشتري المصري. طبعا يا دكتور، وفعلا هو الكوزماتكس والكريمات والحاجات دي بتبقى نفس دلوقتي في نفس التركيبة بالظبط، ودلوقتي في طفرة في الشركات المصرية في صناعة الكوزموتكس، طفرة كبيرة جدا. قبل كده كنا ممكن نشكك، دلوقتي لا. دلوقتي الصناعة المصرية في الكوزموتكس بالذات كمان والأدوية أكيد طبعا بنفس كفاءة المستورد، مفيش أي وجه، يعني نفس الإنتاج بالزبط. نفس الكفاءة نفس والدليل على كده اللي بتتصدر بره المستورد، بس الباكجينج بيظبطوا بالظبط الغلاف الشكل اللي بره بتاعه، بتدفعي بقى مبالغ طائلة. ده حقيقي. على فكرة أكبر دليل إن المنتجات المصرية بنفس كفاءة المستوردة بتتصدر بره، دول الخليج ودول أوروبا الشرقية وأفريقيا، كل دول بيستوردوا من هنا. ده حقيقي.